السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي طقس العرب في السعودية نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الأسبوعية التي سنتحدث فيها عن الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة يوما بيوم خلال الأسبوع الحالي. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية اليوم الأحد بإذن الله حيث يسود طقس حار درجة الحرارة أعلى من معدلاتها في المنطقة الشرقية والوسطى أيضا تكون درجة الحرارة حول معدلاتها هذه المرة في المنطقة الشمالية والمنطقة الغربية والجنوبية الغربية مع استمرار لهطول زخات رعدية من الأمطار. في مرتفعات جازان وعسير. يوم الاثنين تنخفض قليلا درجات الحراره لتعود لتصبح حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في المنطقه الوسطى والشرقيه. درجات الحراره تكون بين اوائل واواسط الاربعينيات في تلك المناطق. تستمر درجات الحراره حول معدلاتها في المنطقه الشماليه وتستمر ايضا زخات الامطار الرعديه في المنطقه الجنوبيه الغربيه. بالنسبة ليوم الثلاثاء بإذن الله المزيد من الانخفاض على درجات الحرارة في المنطقة الوسطى والشرقية لكن تبقى حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام طقس الصيف اعتيادي في عموم مناطق المملكة واستمرار في زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية بالنسبة ليوم الأربعاء تستقر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق طقس الصيف اعتيادي زخات الأمطار متواصلة في المرتفعات الجنوبية الغربية بالنسبة ليوم الخميس بإذن الله أيضا تستقر درجات الحرارة لتكون حول معدلات مثل هذا الوقت من العام ترتفع قليلا بالمنطقة الشمالية لتصبح أربعينية في تلك المناطق وأيضا تستمر زخات الأمطار الرعدية في المنطقة الجنوبية الغربية بالنسبة ليوم الجمعة بإذن الله تنخفض درجات الحرارة في منطقة تبوك وأقصى شمال غرب المملكة لتصبح أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام بينما تكون درجات الحرارة حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام في عموم مناطق المملكة طقس صيف اعتيادي واستمرار زخات الأمطار الرعدية الموسمية فوق مرتفعات جزان وعصير خلال فترة الظهيرة والعصر إلى هنا تنتهي نشرتنا إلى اللقاء